Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.